النهارده ان شاء الله سنه اولى هنبدا الدرس الثالث في الجبر، وهو جمع وطرح الاعداد النسبيه. وخلي بالكم الدرس ده مهم جدا ومعتمد على توحيد المقامات، فلو انت مش بتعرف توحد مقامات ارجع لاول فيديو بتاع المراجعه وتعلم ازاي توحد مقامات، وبعدين كمل معايا الدرس. هناخد الاول عمليه الجمع. انا عندي عدد نسبه اهو 2 على 5 زائد 3 على 5. هلاحظ معايا ان المقام هنا زي المقام، المقامات متوحده، فهجمع عادي زي ابتدائي. بنزل المقام واجمع 2 زائد 3، 2 زائد 3 5، على 5 يساوي 1. تمام؟ هنا بقى المشكلة، أنا عندي 2 على 3 زائد 4 على 7، هنا المقام مش زي المقام، فهضطر إن أنا إيه؟ أوحد مقامات. بتوحد مقامات إزاي؟ بضرب المقام في المقام، والمقام في البسط، بسط في مقام. 3 في 7 21، أعمل 21 واحدة بدل ما أعمل هنا 21 تاني، يعني ممكن أعمل 21 واحدة وأجمع عليها عادي. 3 في 7 21، 7 في 2 14 زائد الإشارة اللي في النص بنزلها هنا في النص، 3 في 4 ب 12، 14 زائد 12 ب 26 على 21. وخلي بالك الناتج بتاعك لازم يكون في ابسط صوره، هحطه على الايه، طلع زي ما هو يبقى دي ابسط صوره، طلع متبسط بكتب الايه التبسيط بتاعه. طيب مثال واحد بيقول لي اجمع كل مما ياتي، رقم واحد سالب 2 على 9 زائد 13 على 9. هلاحظ ايه؟ مقام زي المقام، باخد مقام واحد منهم وانزل كل عدد بشرطه، الاثنين قدامها ايه؟ سالب 2 موجب 13. خلي بالك جمع وطرح الاشارات اللي خدناها في المراجعه، الاشارتين مختلفين، بنزل اشارتي الكبير واطرح. اشارتي الكبير ايه؟ 13، اطرح 13 ناقص 2 يبقى 11. طيب 11 على 9 ده ابسط صوره؟ اه هو ده ابسط صوره، ما ينفعش نبسط اكتر من كده. طب تعالوا بقى هنا نشوف 3 و2 على 7 زائد 2 و3 على 7. طب انا عندي حلين، ممكن اجمع العدد الصحيح مع العدد الصحيح والكسر مع الكسر، وعندي حل تاني ان انا ارفع الكسر ده. تمام، تعالوا كده نرفع الكسر. اول كسر، اول كسر برفعه ازاي؟ بنزل السبعة، 3 في 7 21 و2 يبقى 23. نرفع الكسر التاني، 7 في 2 ب 14 و3 17 على 7. تمام، بقى المقام زي المقام، بنزل المقام 7 واجمع البسط، 23 و17 يبقى 40. هل ال 40 على 7 ينفع تتبسط اكتر من كده؟ لا، الاثنين دول مش في جدول واحد مع بعض، دي ابسط صوره اليوم. طب يا مس ممكن تحلها لنا بالطريقه اللي انت قلتي عليها الاولانيه، ان انا اجمع عدد صحيح 3 و2 5. تمام، زائد 2 على 7 و3 على 7، بنزل ال 7 واجمع 2 و3 5، اجمع على الآلة 5 زائد 5 على 7 تطلع برضو 40 على 7. سؤال رقم 3، ربع زائد 2 و3 على 8. ها الربع ما فيش منه مشكلة، بنزله زي ما هو لحد ما أظبط ده، زائد بنزل المقام وأرفع الكسر ده، 8 في 2 16 و 3 19. تمام؟ هل المقامات متوحدة؟ لا، هوحدهم. ينفع أوحد بطريقة المقص، إن أنا أضرب ده في ده وده في ده وده في ده، أو إن أنا لو لقيت الكبير بيقبل القسم على الصغير يبقى بوحد على الكبير. تاني، لو لقيت العدد الكبير في المقام يقبل القسم على الصغير بوحد على الكبير. تمام؟ هنا ال 8 تقبل القسم على 4، فأنا هوحد على ال 8. تمام؟ 8 على 4 فيها ال 2، 2 في 1 ب 2، 8 على 8 فيها ال 1، 1 في 19 ب 19. المقام زي المقام، بنزل المقام واجمع اللي فوق 21. 21 على 8 دي أبسط صورة ليها؟ اه أبسط صورة ليها. السؤال رقم 4، 2 على 5 زائد 2 من 10. 2 على 5 مفيش منها مشكلة، عدد نسبي، زائد 2 من 10 اللي هي 2 على ايه؟ على 10. تمام، هوحد المقامات، الاقي الكبير بيقبل القسم على الصغير، يبقى هوحد على
10 على 10 فيها الواحد، واحد في 2 ب 2. المقام زي المقام، بنزل المقام واجمع الفصل، 4 و 2 6. دي بقى مش اقصى صورة، 6 على 10 دي مش اقصى صورة، الاثنين يقبلوا القسم على الاثنين. تمام؟ 6 على 2 فيها 3 و10 على 2 فيها 5، ده كده اقصى صورة. السؤال اللي بعده، ربع زائد القيمة المطلقة لسالب 5.5. الربع مفيش منه مشكلة، هنزله الأول زي ما هو. زائد القيمة المطلقة بتطلع لي العدد إيه؟ بتطلع العدد موجب، يبقى هي 5.5 مش سالب 5.5. تمام. الربع برضو كويس مفيش منه مشكلة، هرفع ده هنزل الاتنين، 2 في 5 ب 10 و 1 11. تمام. هنوحد المقام على إيه؟ على الأربعة، طالما الأربعة بتقبل القسم على الاثنين، يبقى أربعة 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 على الأربعة فيها الواحد، واحد في واحد بواحد، أربعة على الاثنين فيها الاثنين، اثنين في 11 ب22، ونجمع هاخد مقام واحد، واحد ب22 23، ودي أبسط صورة. طيب صورة رقم 6، 2 2 على 3 زائد 3 دائرة. 3 الدائرة دي بعملها ازاي؟ مش عارف، مش هينفع اتصرف فيها كده. فبعملها ازاي على الآلة؟ بعمل علامة تلاتات كتير لحد ما املى الشاشة بتاع الآلة. تمام؟ واروح قايسة يساوي، هيطلع الناتج على الآلة بتلت. تمام؟ عرفتوا العدد ده بتصرف فيه ازاي؟ بعمله كده على الآلة، لأن التلاتة هي اللي بتتكرر كتير. فأنا بنزل العلامة وأكرر التلاتة كتير وأدوس يساوي على الآلة يطلع تلت. اجمع بقى عادي 2 على 3 زائد تلت، هنزل ال 3 و 2 و 1 3، 3 على 3 ب 1. هناخد خواص عملية الجمع فين؟ طيب بصوا كده معايا، النص ده مش عدد نسبي ينتمي لمين؟ والنص ده والتلت ده عدد نسبي ينتمي لمين؟ طب تعالوا كده اجمعوهم، نص وتلت، ها هنوحد المقامات، 2 في 3 ب 6، 3 في 1 ب 3، 2 في 1 ب 2، يعني طلع 5 على 6. طيب ال 5 على 6 ده عدد ايه؟ نسبي ينتمي لنون، يعني انا لما جمعت عدد نسبي زائد عدد نسبي طلع لي عدد ايه؟ نسبي. يبقى دي خاصيه اسمها خاصيه الانغلاق، ان انا بدخل عدد نسبي وبجمعه على عدد نسبي لازم يطلع لي عدد ايه؟ نسبي. الانغلاق عامله زي الدايره كده مغلقه، بدخل فيها عدد نسبي واجمع على عدد نسبي لازم يطلع عدد ايه؟ نسبي. فاول خاصيه عندي هي خاصيه الانغلاق. يبقى انا عندي عمليه الجمع مغلقه في نون. يعني لما حد يقول لك يعني ايه عمليه الجمع مغلقه، قول له يعني انا لما اجمع عدد نسبي على عدد نسبي هيطلع لي عدد نسبي. تمام؟ طيب تعالى كده شوف السؤال ده، 3 على 4 زائد 2 على 5، هنوحد المقامات على 20. 5 في 3 ب 15، 2 في 4 ب 8، يبقى 23 على 20. تمام؟ نفس الكلام لو جمعت دول، بدلت هنا 3 على 4 زائد 2 على 5، لو جمعت ال 2 على 5 على 3 على 4 هيطلع برضو معاك نفس الناتج اللي هو 23 على 20. يبقى انا كده التبديل ما اثرش معايا على ايه؟ على الناتج. يبقى انا لو بدلت وفي جمع مش هيتاثر. يبقى انا عندي تاني خاصيه، هي خاصيه اي ابدال. يعني ايه ابدال يا بس؟ يعني انا ممكن ابدل في عمليه الجمع بس، ركز معايا عشان بعد كده ناخد طرح مش هينفع نبدل. لما يكون في عمليه جمع انا اقدر ابدل الاعداد بتاعتي وهيطلع معايا نفس الناتج. يبقى انا كده عمليه الجمع ابداليه. عمليه الجمع ابداليه، يعني ايه ابداليه؟ يعني ينفع ابدل فيها اماكن الاعداد. تمام؟ تعالى كده نشوف السؤال اللي تحت ده، 3 على 7 زائد 2 على 7 زائد 1 على 7. هيجروا حاجه لو انا عملتها كده، 3 على 7 زائد وفتحت قوس قلت 2 على 7 زائد 1 على 7، في مشكله؟ طيب تعالى شوف الناتج بتاع دول، 3 على 7 تنزل زائد اللي جوه القوس ايه؟ 2 و1 3 على 7 هيطلع 6 على 7، فيها مشكلة؟ طب تعالى اعملها بطريقة تانية، لو
لو انا خدت اول اثنين هم المفقوس، يعني قلت 3 على 7 زائد 2 على 7 وخليت بره 1 على 7، تعالى شوف النادي جوه القوس ايه؟ المقامات متوحده ونزل ال 7 3 و2 5 زائد اللي بره 1 على 7. طب اجمع المقامات متوحده، هنزل ال 7 5 و1 6، ايه ده؟ ده طلع نفس الناتج اهو، ده طلع 6 على 7 وده طلع 6 على 7. يبقى انا لو دمجت اي عددين مع بعض في عمليه الجمع هيطلع نفس الناتج. يبقى التالت خاصيه هي خاصيه الدمج، تمام؟ يبقى انا عندي عمليه الجمع دامجه. يعني ايه دامجه؟ يعني انا ممكن اجمع العددين دول لوحدهم وبعدين اجمع عليهم العدد التالت، وممكن اجمع العددين دول وبعدين اجمع عليهم العدد التالت، تمام؟ مفيش مشكله طالما عمليه جمع. طيب بص بقى كده الخاصيه رقم 4، انا عندي 2 على 7 زائد 0، هو الصفر بيأثر في عمليه الجمع؟ لا، يبقى 2 على 7 زائد 0 بيطلع لي 2 على 7، ماشي؟ يبقى الخاصيه بتاعت النهارده اللي هي خاصيه المحايد الجمعي. يعني ايه كلمه محايد جمعي؟ يعني ما بيأثرش في الجمع. كلمه محايد جمعي يعني مش بيأثر في الجمع. مين اللي مش بيأثر في الجمع؟ الصفر. يبقى انا عندي الصفر هو المحايد الجمعي في نون. خلي بالك عشان دي بتاجي اختياري، ممكن يقول لك العدد المحايد الجمعي 0 1 2 3، ها نختار مين؟ الصفر. فاكرين في سته ابتدائي في الاعداد الصحيحه لما كنا بندرس اعداد صحيحه، لما كنت بقول لك سالب 6 موجب 6 كنت بتقول لي ايه؟ كنت بتقول لي يا مس ده عدد ومعكوسه الجمعي. يعني ايه معكوسه الجمعي؟ يعني زي العدد بالظبط بس مخالف ليه في الاشاره. يعني السالب 3 معكوسها الجمعي موجب 3، تمام؟ طيب القيمه المطلقه لسالب 5 تفتكر معكوسها الجمع ايه؟ ها؟ هتقول لي القيمة المطلقة بتطلع لي عدد موجب، يعني السالب 5 دي أصلها 5، والخمسة معكوسها الجمعي سالب 5، تمام؟ يبقى الخاصية الأخيرة هي خاصية المعكوس الجمعي. إيه المعكوس الجمعي يا مس؟ نفس العدد بس مخالف ليه في الإشارة. بيقول لك حاجة، بيقول لك إن العدد زائد معكوسه الجمعي بيساوي صفر، إزاي الكلام ده؟ تعال نجرب، قول لي أي عدد كده مثلا، قول لي أي عدد مثلا 1 أو سالب 1 معكوسه الجمعي موجب 1، هتلاقيهم الاتنين بيطلع الناتج بتاعهم إيه؟ صفر. طب لو جيت طبقت الكلام ده على الأعداد النسبية، لو قلت لك سالب نص موجب نص، ادي عدد ومعكوس الجمعي يبقى جمعهم بيساوي صفر. طيب دلوقتي خدنا الخمس خواص بتاع عمليه الجمع، تعالوا كده نطبقهم في حل المسائل. مثال 2 بيقول لي استخدم خواص عمليه الجمع في نون ووجد ناتج كل من الميات في ابسط صوره، تمام؟ بص كده للسؤال، هلاقي حاجات، هلاقي اعداد مقامها 7 واعداد مقامها 4. طب ازاي استخدم عملية خواص عملية الجمع في تسهيل ان انا احل ده؟ هعمل ايه؟ انا عايز الحاجات اللي مقامها 7 جنب بعض عشان اعرف اجمعهم، والحاجات اللي مقامها 4 جنب بعض عشان اعرف اجمعهم، فانا هعمل عملية ايه؟ هعمل عملية ابدال، هبدل ده مع ده عشان اقرب السبعة دي من السبعة دي، تمام؟ يبقى 2 على 7 هجيب لها زائد 5 على 7 وهودي دي جنب دي. 3 على 4 زائد 1 على 4، انا ما عملتش حاجه غير ان انا كل عددين شبه بعض خليتهم جنب بعض عشان يسهل عليا عمليه الجمع. طيب يبقى انا كده عملت استخدمت خاصيه الابدال، انا ممكن استخدم معاها خاصيه الدمج ان انا ادمج كل اثنين مع بعض زي بعض، تمام؟ يبقى انا كده استخدمت خاصيتين مع بعض، خاصيه الابدال والدم، عملتهم مع بعض، تمام؟ هبدأ أجمع بقى جمع عادي، المقام زي المقام، بنزل المقام،
اتنين وخمسة سبعة، زائد مقام زي مقام بنزل المقام، تلاتة وواحد أربعة. أجمع بقى سبعة سبعة واحد، زائد أربعة لأربعة واحد. تمام؟ لاحظ إن الواحد ده عدد نسبي ينتمي لنون، والواحد ده عدد نسبي ينتمي لنون، مجموعهم هيساوي إيه؟ هيساوي اتنين، والاتنين دي برضو عدد إيه؟ ينتمي لنون. يبقى أنا كده آخر خاصية هي خاصية الإنغلاق. تمام؟ السؤال اللي بعده في فكرة شوية. أنا عندي خمسة على التمانية زائد سالب تلاتة على الأربعة زائد تلاتة على التمانية زائد تلاتة على الأربعة. الواضح إن أنا عايزة الخمسة على التمانية جنب التلاتة على التمانية. تمام. طب ودول؟ ها لسه واخدينها آخر خاصية، خاصية المعكوس الجمعي، إن هما سالب تلاتة على الأربعة وموجب تلاتة على الأربعة دول جمعهم بصفر، فأنا برضو محتاجاهم جنب بعض. فهعمل أول حاجة خاصية الإبدال والدم، خمسة على التمانية هجيب لها التلاتة على التمانية، دول كده في قوس، زائد سالب تلاتة على الأربعة زائد موجب تلاتة على الأربعة. يبقى أنا كده أول حاجة عملت إيه؟ عملت إبدال ودم. وبعدين هجمع عادي، خمسة على التمانية زائد تلاتة على التمانية هيطلع تمانية على التمانية، زائد حد ومعكوس الجمع طلع بإيه؟ بصفر. يبقى أنا هنا استخدمت خاصية المعكوس الجمع. تمام. 8 على 8، 8 على 8 بواحد زائد صفر. ها الصفر ده هو ايه؟ هو المحايد الجمعي اللي ما بيأثرش في عملية الجمع. يبقى انا كده استخدمت خاصية المحايد الجمعي اللي هو الصفر. ماشي، وطلع الناتج واحد، يبقى برضو معايا خاصية الانغلاق، لأن عدد نسبي زائد عدد نسبي طلع لي نسبي يبقى انغلاق. الجزء الثاني النهارده هو عملية الطرح. بصوا معايا، عملية الطرح زي عملية الجمع بالظبط، وبيفرق معايا الإشارات. لو أنا عرفت أتعامل إزاي مع الإشارات يبقى جمع طرح مش هتفرق معايا. هي فكرة الإشارات وفكرة توحيد المقامات. تعالوا كده بصوا معايا، خمسة على التمانية ناقص تلاتة على التمانية. المقام زي المقام، بنزل المقام وهطرح، خمسة ناقص تلاتة، خمسة ناقص تلاتة اتنين على التمانية في أقصى صورة اللي هي واحد على الأربعة. طيب لو بقى بس المقامات مش متوحدة هضطر أوحد المقامات وأحافظ على الإشارة السالب مكانها، يعني الإشارة السالب مكانها في النص، خليها في النص لحد ما نشوف هنعمل إيه. أربعة في ستة بأربعة وعشرين، ستة في تلاتة بتمنتاشر، أربعة في خمسة بعشرين. ركز بقى كده، 18 ناقص 20 على 24، ال 24 تنزل، 18 ناقص 20 ها؟ الإشارتين مختلفين، بنزل إشارة الكبير وأطرح، 20 ناقص 18 2، دي مش أبسط صورة، هنخليها في أبسط صورة، اللي هي سالب 1 على 12. تمام. مثال 3 بيقول لي أوجد في أبسط صورة ناتج كل مما يأتي، 5 ناقص 2 على 3. هنعمل ايه؟ هنوحد. اول حاجه نوحد المقامات، 3 في 5 ب 15، والاشاره اللي موجوده بنزلها في النص زي ما هي واضرب، 3 في 1 ب 3، 5 في 2 ب 10. ال 15 تنزل، 3 ناقص 10، الاشارتين مختلفين، بنزل اشاره الكبير واطرح، 10 ناقص 3 7، 7 ل 15 ده ابسط صوره ليها. صور رقم 2، 2 على 7 ناقص سالب 2 على 5. فاكرين يا شاطرين لما كان بيبقى فيه قوس بين الاشارتين بعمل ايه؟ القوس يعني ضرب الاشارات. يعني هنزل ال 3 على 7 واقول سالب في سالب بموجب، وال 2 على 5 تنزل. تمام؟ يبقى لما الاقي قوس وبين اشارتين بضرب الاشارات، القوس يعني الضرب، ركز في الحته دي. وبعد كده اشتغلها، هي طلعت مسألة جمع هشتغلها عادي. نوحد المقامات، 7 في 5 ب 35، 5 في 3 ب 15 زائد 7 في 2 ب 14 يبقى 19 على 35.
السؤال ده هنعمل ايه؟ انا عندي ده كسر عادي، ده عادي، ده اللي ايه فيه مشكله، فارفعه الاول. بنزل المقام 8، 8 في 2 ب 16 و 3 19 ناقص 1 على 4. هنعمل ايه؟ نوحد المقامات. عايز توحد بطريقه المقص عادي، بس هترجع تبسط في الاخر. لما الاقي المقام الكبير بيقبل اسم على المقام الصغير بوحد على الكبير على طول. 8، 8 على 8 فيها ال 1، 1 في 19 ب 19، والاشاره بتاع النص نزلتها. 8 على 4 فيها ال 2، 2 في 1 ب 2، 19 ناقص 2 17 على 8، ودي ابسط صوره. السؤال رقم 4 الاخير، عندي الكسر ده هرفعه والكسر ده هرفعه. هنزل المقام 5، 5 5 في 9 45، 1 46 ناقص. هنزل المقام 5، 5 في 7 ب 35 و 3 38. اصبح عندي المقام زي المقام، بنزل المقام 5 واطرح اللي فوق 46 ناقص 38، يبقى 8 على 5. دي ابسط صوره. المثال بقى رقم 4، وده المهم واللي بيجي شكله في الامتحان، يعني ده شكل الجمع والطرح بيجي في الامتحان. بيقول لي اذا كانت س بتساوي 5 على 6 وص بتساوي سالب تلت وع بتساوي نص، اوجد في ابسط صوره. خلي بالك لازم يكون الناتج في ابسط صوره. عايز س زائد ع. طيب انا هشيل الس واحط القيمه بتاعتها اللي هي كام؟ 5 على 6 زائد العين بكام؟ بنص. يبقى اصبحت مساله جمع عاديه هجمع. هوحد المقامات على الستة عشان الستة بتقبل على الاثنين. ستة على الستة فيها الواحد، واحد في خمسة بخمسة، زائد ستة على الاثنين فيها التلاتة، تلاتة في واحد بتلاتة، خمسة وتلاتة تمانية على الستة. أبسطها في أبسط صورة، هقسم على الاثنين يبقى أربعة على التلاتة. كده جبت ناتج س زائد ع. س ناقص ص، س بكام؟ بخمسة على الستة، ناقص الص بكام؟ بسالب تلت. ينفع اكتب تلت كده سالب تلت؟ لا، بحط السالب تلت في قوس، تمام؟ عشان ما ينفعش الشرطين ورا بعض. طيب عندي شرطين وقوس، قلت القوس يعني ضرب، يبقى 5 على 6 تنزل سالب في سالب بموجب تلت، اصبحت مساله جمع. هنوحد المقامات على الستة. 6 على 6 فيها الواحد، 1 في 5 ب 5، زائد 6 على 3 فيها الاثنين، 2 في 1 ب 2، هجمع يبقى 7 على 6، ودي ابسط صوره. السؤال الاخير، ص زائد ع ناقص س. هجيب ص زائد ع، ممكن اخد الجزء ده واشتغل الاول، اللي هو هجيب ص زائد ع الاول وبعدين اطرح منهم الس. ص زائد ع، الص بسالب تلت زائد العين بنص، تمام؟ هوحد المقامات على الستة، يبقى سالب 2 زائد 3، يبقى ص ناقص ع طلعت بالسالب بايه؟ هنزل الشرط الكبير واطرح يبقى 1 على الستة، ده كده ص زائد ايه؟ ص زائد ع. طيب عايز هو ص زائد ع ناقص س. ص زائد ع جبتها ب 1 على الستة ناقص س، الس بكام؟ ب 5 على الستة. طب كويس، الايه المقامات زي بعض، بنزل المقام واطرح 1 ناقص 5، ها بنزل اشاره الكبير سالب واطرح سالب 4 على 6 اللي هي في ابسط صوره تبقى سالب 2 على 3.